جمهورية تيندوف اخذ جمهورية تيندوف ان شاء الله. ماذا رقم الله احنا 50 سنة عايشين في الوهم. دائر حر ابية. ماذا رقم الله احنا 50 سنة احنا عايشين في الوهم. ماذا رقم هذه والو. انتم غير لجيك تيندوف. يا رشا. تيندوف. اي المرة كاتوهم الحف طيروا جدوان ديهم الحلو فهدوا فيهم شو الخير. لا طيحي. لا تسمو السبو عليك بليلو بالنار. لا رصيها يا حسين تعرف مشكلة هذا شنهي ولا واحد فيهم قد مرة جل مخيمات ولا جل التندو باش يعرف الوضعية كيفية. الجزائري ممنوع يدخل الأراضي الصحراوية على منطقة الرابون كاملة. ما يقد جزائري والله يا جماعة على العسكري قال على العسكري راهم يخلوهم يجيبوا مهماتي. لماذا لا العسكري إلى الأراضي التي تدفي لماذا تعرف لا لأنه الدولة الصحراوية تعرف لي الصورة اللي عندي أنا هذا استعراض عسكري للجيش الصحراوي دخل في الجزائر في الخارطة الجزائرية يا ودي تعرف المشكلة شنهي هذه مشكلتكم أنتم داخلة يا أخي العزيز كل كسرة والبو وقول الحمد لله يا ربي وسعيد عايش الحال يا أخي وانت عايش في ألمانيا كل فرماج والحليب يا اخي العزيز لا ما عجبكش الوضع تاع الحمد لله كم الارض ربي كبيره ومتسيسعه مهاجر يا مواطن لماذا انت هنا في ذهب اذا كنت في الجزائر العاصمه وكنت لا يوجد اشياء لم يعجبني شيء اذهب يا خويا الساكود الهرب اللي من الاستطاع دقيقة قضي عني ذا كمال هذا طلع أكثر من مرة وطلع عنا واحد قالوا عابر السبيل هذا قال عنه صحراوي ويدعم طرحنا لا نسمعوا هذا ولد عمنا إلى عاد قاعد مع المغرب ما هي مشكلة لا طلعي ما هو طالب أطلب حق الله أخوي أطلب بيك تكتب لي من الصرح انت تكتب لي على دي بايجن قالها كومنتير اسمه عابر سبيل ما موجود عابر سبيل ما موجود ما هي مشكلة خلع عنه اتكلم انا نتكلم منتم على شراكم تكلموا على تيندوف ايه تكلموا على بنغلاديش تيندوف بالمغربية ولا تيندوف ديناها راك باغي نمشي حتى بنغلاديش تعرف علاه به فرنسا اعطتهم الاوامر باهي غرقوا الدول شمال افريقيا بالحراطين الحراطين والجزائر مش جاوره معاه ولا يدخلوا مره وجيت المغرب ايه يا غاس عارفوا مدريك ما يقدروا يدخل على الصحراء الغربيه به الجزائر تحيا الجزائر تحيا اختك انزل علي تحيا وحيا تحشيهن احنا قد عني قلبك هلك تجبر شكارة حليب قد عني سيرا والصف قبلوا عمك الطابور قول تحيا تندوف خلوني نتكلم يا رب قول تحيا جمهورية تندوف خلوني نتكلم خليني نادر بركم تجيلو قاعدكم تهضروا مول لي زيكرو قاعدكم خازين مول لي زيكرو وراكم تهضروا قاع مخير فيكم حتى بنتها تعطي ولا خطا تعطي وانت والله يا جزائر يا حرطه يا جزائر عمي تبون انزل
اما كتبون تعرف شوف هاي التقية والله شوف علموهم الشيعة هذا تعرف الشيعة لما الشيعي لما تتكلم معاه يدخل عليك بالاسلام والله والله لا حق تكلمي تكلمي طيحي حتى انت باش نطيحوا لك طيحي لا ما عندي علاك كفر عليك ما تكفر علي انا نعرف الصحراء موريتانيا عايشة في اسبانيا الحمد لله ونعرفوا بصح ما فهمتش انا علاكم ديروا هكا على تندوفوا ديروا ما فهمتش صايتوا بعدكم الصحراء العربية هي صاي انا كنت تكفر على بنادم وتكفر على الاخر اي فاطمة احنا عندنا نيويورك عندنا نيويورك يا روح نيويورك نعطيك فيزا ان شاء الله وجي لعندنا مالك فاهم يا فاطمه انا ما فاهمش المشكله فاطمه انت مالك فاهمش احنا ادريك الصح لا ما حدا ولا تكلم اللغه تاعك سمعيني الله يطول عمرك تما مالكم كيف تكون هكا ما تسمعوا الناس نوضحوا لك نفهموا وتفضل عندنا سمعيني وضح هي صح تكلم احنا دريك كنا ضد المغرب وبغينا نعدلوا دوله في الصحراء الغربيه المغرب هذا امشى تسلح وجاب امريكا قالت له الصحراء ما يمكن ياخذها منك حد الجزائر قالتنا انا لا ينعدل للصحراويين دوله في الصحراء الغربيه ولا ندعمهم ونوقف معاهم بالسلاح ونعطيهم اللي يدوره كامل هذا ما تحقق على ارض الواقع واحنا درايك داخلين في 50 عام و2022 الجبهه الصحراويه اعلنت الحرب على المغرب احنا دخلنا مع المغرب في حرب يا غارم غاربه ما واجهونا صيفطونا بايقه ينقال لها الدرون الطيران الدرون تموا يخبطوا فينا اللي منا مرقي يقول طير راسه إلين قتلوا فينا دريك واصلين دريك اعداد الصحراويين اللي ماتوا 3887 هذه كلها ماتت والجزائر ما تحركت وما حركت الجيش هذا اللي تقول عنه قوة ضاربة المغرب اخبط الجزائريين اطحنهم اخبط الصحراويين اطحنهم اخبط الموريتانيين اطحنهم هذه المغرب هذه ما يبقى المغرب وين تخبطنا وين تخبطنا المغرب اخبطهم كل تكماين ماتوا فيها ثلاثة من الجزائريين ما اخبطهم علا تكذبوا علا ما تكلم حرب سمعنا بيه هذي سمعتي بيه انت مالك جايب اخبار جاي يضرك لطرح اللايف صح ما فهمتش انا راكم تقابعوا واحد كي يبغي هذا على حقه يهضر غير بشويه ما فيها والو وحنا خاطرنا وخاطر المغاربه حنا ما بيننا وبينهم حتى عداوه هذيك السياسه حنا المغاربه خاوتنا نبغوهم من اليوم كي البارح لا احنا مش خاوتكم انتوما خاوتنا غير احنا الصحراويين يمرقوا عنكم الصحراويين يمرقوا عنكم احنا ما قلناش هكا حنايا انت قلت المغاربه اعداء انا نو حنايا كي المغاربه هذاك راكم على سنوات القدامي كان داير اللايفات خرجوا عنا بوليزاريو خرجوا عنا سروا الارضكم ما كان داير اللايفات هذو النهارات لايفات والله سبعة يا حسين هذو منافقين انا علاه نقول الدولة الجزائرية تستغل الصحراوي يا اختي اسمعي نقول لك انا نقول لك انت نتكلم على القياده الجزائريه الدوله الجزائريه تستغل الصحراويين يا وسمعين قضي عني انا ما قد نتحاور مع هذه النوعيه من الناس انتم ما تعرفوا شي قالوا احترام لا دايق اش قال حتى القرايه ما قريتوها لنا حتى قرايه من الصحراء والله يا ولد عمي الناس ما يعرفوا يحاوروا والله ما يعرفوا يحاوروا لا يتكلم لا يقول لك السلام عليكم تحيا عمو تم ينزل يخطي ما يخلوك تقول كلمة يا ولد عم انظر لا نقول كلمة ترمي لك كلمة والله لا الصح ولا يطلع طيح لك يا والسلام عليكم عليكم السلام ردوا السلام رقلناها يا أخي السلام عليكم ورد عليكم ونفوسنا انا والله لا ارد عليكم في نفسي مشكل تفضلوا تسمعوا اسمح لي يا سمعوا تفضلوا تهضروا ما نقاطعكمش بصح اكونديسيون ما تقاطعونيش احنا هضر لا تكلم تدرك نسمعوك ما انا مقاطعينك تكلم يا هذا في مغالطات انا نقاطعوك لا تمشي المغالطات وما تجبد اسمع غير ماشي دي مغالطه لي والو انت راك اسمع راك تدافع عن الصحراء تاعك وهضرت واش هضرت خليني انا ما تقاطعنيش نهضر
انا مشوف انا ما نسبكم ما نطيح لكم ما والو بصح خليني نهضر ما تقاطعونيش خلي حسين حق الله حسين خلي خلي ايوا دوك نفهم حاجه شوف الجزائر مثلا لكم تحضروا عليها ساعدتكم وعطات لكم كل شيء وعطات لكم كل شيء فهمت دوك انت كراك انت تهضر على انت القياده الجزائريه وتهضر كذا وكذا واش راك راح تبدل راك سبيتهم راك قلت كذا هذا 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 النظام راه مش شعب الواحد راه يدافع على الوحده تاعو الوحده الوطنيه تاعو فهمت ولا لا لا ما تلومش تقول الشعب الجزائري ما عاوناش ولا النظام الجزائري ما عاوناش ولا خائن ولا كذا كل واحد راه يدافع على الوحده الترابيه تاعو فهمت ولا لا لا انا ما قلنا الشعب الجزائري ما عاوننا انا ما قلنا الجزائري ما عاوننا الشعب الجزائري حقيقه الناس راه ما نقدروا تحاور معاه بهذه الطريقه حاجه يا خويا اسمك الله يطول لي عمرك اسمك ها مكتوب انا جدي ايماش دي اتكلم خويا لي توفى وحط ميوت واسمع نردوا عليه لا 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 نسمع انا ما نقاطعش نسمع كي تكملوا تعطوني الكلمه نهضر يلا كمل انت درك كمل طاوله ما نجمش السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله عليكم السلام تفضل قول حتى انت باش نرد عليكم بجوج انا جزائري خويا انا جزائري سمعتني صاحبي الاعلام هذاك ماتوا عليه 1.5 مليون شهيد سمعتني خويا كمل انا نعرف مين بصح كل واحد وكما قال لك الشعب تاع الجزائر راه ديجا عسكر لا بغى انا رانا ما نلاحقين 3000 بشر وما تمنى 3000 شعب 10000 بشر ما نلاحقين ما تمنى 3000 بالضرور كمل وكا اسمعنيش غادي نقول الشعب راه من عسكر وحده والصحراويين خوتنا وحده مغاربه خوتنا زوج شاي دروك يقول رام يتحكموا فينا دروك راكم فاهمني وما نبغوش الراجل احنا ما نبغوش الراجل احنا العرب ما نبغوش وين تعيش وين تعيش وين تعيش نعيش في اسبانيا انا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تفضل هو لا تجاوبوكم رايح حنا لا تسمعونا كما سمعناكم ولا لا انا راني ما فهمتهم يا الصحراء لا جاوب والله ما فهمت كلامهم ما عليك جواب عندي الحمد لله لا اله الا الله محمد رسول الله انت ما تحب النصارى وعيش عندهم قضي عنا هذا قضي عنا مانيش عندي استعمرتني سمعتني مانيش في راني عارفين سكون راح 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 يا انت عند اللي استعمرنا احنا انت دريك عند اسمعني بقى اللي يقول هالو يا الام اش دي احنا ما انكرنا خير الجزائر الجزائر هي اللي رباتنا وهي اللي علماتنا غير تعليم ناقص وهي اللي اتهلات فينا يا غار الحم اكتافنا احنا من الجزائر سياراتنا واخذينها لا بالجزائر وندخلوها ما نخلصوا ضريبه هذا نقولوه دائما ما نكرو واحنا تدريبنا في الكليات العسكريه الجزائريه ما نكروه واللباس العسكري اللي يجينا من الجزائر ما نكروه والسلاح اللي ما هو نافع لشيء يجينا من الجزائر والمساعدات تجينا من الهلال الاحمر الجزائري وهذا كامل احنا مستعرفين به والدعم الدبلوماسي اللي هو كان زين في البدايه يا غار في عهد بوتفليقه ده هو اللي جينا ودعمي من الجزائر والله يدعم الدبلوماسي ما يجيناش ما هو الجزائر مالو كان مقال على ابراهيم غالي والله ما عارف ايش ما هو البعض هذا احنا ما لنا ناكرينه يا غار الحقيقه بعد اعتراف امريكا للمغرب بالصحراء كل هذا الامر انتهى احنا درايك تاكدنا على انه انشاء الدوله الصحراويه في الصحراء الغربيه أصبح من المستحيلات السبع احنا دريك مطلبنا واحد وموحد ومتوحد عليه 90% من الشعب الصحراوي بالرغم من أنه لا يعبر عن ذلك صراحة خوفا من الجيش الجزائري لأن الجيش الجزائري قتل في الصحراويين اللي يتكلموا والدليل عنه خالق واحد من الصحراويين كان يقنع الصحراويين بالرجوع إلى المغرب واستدعوه للمؤتمر هذا الأخير وقبضوه واختفى جابوه من الصحراء الغربية واختفى قبضات القيادة الجزائرية الجزائريين استغلوا معاناة الصحراويين وتقتيل في الصحراويين في صراعهم السياسي مع المغرب انت تعرف عنه فما صراع سياسي بين المغرب وبين الجزائر يا غار اللي وسطه اللي مطحون في الصراع هو الشعب الصحراوي اللي مستغل معاناته
هو الشعر الصحراوي اللي يلعبوا به الشعر الصحراوي، اللي يضحكوا عليه الشعر الصحراوي، اللي يكذبوا عليه الشعر الصحراوي، واللي يموت يوميا في الميدان الشعر الصحراوي ولاد الصحراويات. الجزائر هذه تدعي عنها قوة ضاربة، علاه ما تعطينا سلاح نوعي يعود متين يعود صحيح نقدو ندافع فيه؟ يا غار ما تقد بها خايفة من المغرب، خايفة هذه هذه هذا ما عنده تفسير تاني. الجزائر خايفة من المغرب، المغرب والله إلا خايف. أخبط المغرب، أخبط الجزائريين وأخبط الصحراويين وأخبط الموريتانيين. ما أخبط منهم يا ابن الصحراء، خبط منهم ثلث كماين وقتلهم ثلث الواقيج، وما نعرف نخبط لهم شي ثاني وما قدوا يتكلموا. حاقرين لا لنا احنا تو. تعرف عليه؟ اسمع اسمع اسمع، تعرف عليه؟ انا راك هضرت، خليني نحكي. تفضل تفضل. ايوا دروك تاكي راك رواه، قتل المغرب، قتل قتل الاخر، عندكم دليل؟ راكم تهضروا غير هكذا. انا كي نهضر معاك عندي الادله. القياده الجزائريه اللي قالتها، قال والله الا الدليل قالها تقول، وقالوها الجزائر. واش صرا مقبل؟ انتم عايشين في هذا العالم ولا مالكم عايشين؟ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قال لا، عبد المجيد تبون قال لن يمر الامر دون عقاب. شنو هذا الامر اللي انت قربت؟ اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي، احنا ما عندناش، نشوف احنا ما عندناش مشكل في الوحده الترابيه، احنا رانا في الجزائر تاعنا، فهمت؟ ما عندنا مشكل. والله لا يعود فيها مشكل، والله لا يعود فيها مشكل. اسمعني نقول لك، لا يعود فيها مشكل. الى ما اعترفتوا بالجمهوريه الصحراويه على اراضي تندوب، والله لا يعود فيها مشكل. ونقول لك انا اسمع 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 اسمع، انا جوني غير اسمع 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 خليني نهضر، خليني نهضر خليني نهضر. اسمع، احنا ما عندنا، شوف ما عندنا مشكله حتى مع الجزائريين. احنا انا جزائري، احنا رانا في الوحده الترابيه تاعنا، احنا اللي تعدى الوحده الترابيه تاعنا يندم على اللي كيما قالها، كيما قالها الرئيس تاعنا يندم على النهار اللي زاد فيه هذا مكان. احنا ما نستحقوش. شوف احنا يا عاد قال تبون، اسمع تبون مهلوس يقول واش انا قال عنده 70 سنه مازال يسير شعب ولا يسير شعب نص حمق؟ راه ما تمكن يا اخي. انت اللي حمق، واش قاعد تهضر؟ الشعب الجزائري كامل مطلوب الوس. انت اللي حمق راك تهضر. قالها تبون يندم على النهار الماضي. خليني نهضر، هذا هو هذا هو الحوار، هذا هو مزيان يا اخي. قول كلام صالح. انا نهضر لك بالصح، انا نهضر لك في الصح. انا يعني واش انا مانيش نكذب عليك؟ انت راك تكذب، انا مانيش نكذب عليك، انا نهضر لك في الصح. حاشاك حاشاك، راهي نكذب. راني نكذب انا. ياسر راك تكذب. انت يا اسمع اسمع، انت راك تضرب في اليد، راك تضرب في اليد، في اليد اللي وكلاتك بوندون دي زاني، بوندون دي زاني وكلاتك وتهلاو فيكم، راك تضرب في اليد تاعها، واليوم راك درت عليها. فهمت ولا ما فهمتش؟ شوف كل هي اللي عايش في الوهم، هما اللي كذبوا عليها، هما اللي كثر خيرها يا غير، هما اللي عايشون خمسين سنة. يقول لك تعودوا مغاربة، تعودوا موريتانيين قسوهم، ما تعودوا جزائريين. هذا عندك براج، هل عمي تبون ما قالها حتى هي؟ يا انت ماكش جزائري، ما سي نورمال ما راكش جزائري انت، يا ماكش باغي تتجنس ترجع جزائري. هو يخليني تندوف، انا ماني مغربي يا غير، انا ماني مغربي، انا ماني مغربي، انا اللي مغربي. انا اصلا خلقت صحراوي. اسمع اسمع، تبقى صحراوي. اسمع اسمع، الجزائر ما يشد. اسمع اسمع عندي مليح، الجزائر ما يشد حتى واحد. اللي يبغى لو عايش في الجزائر ويعيش في الجزائر مرحبا به، اللي مش باغي يعيش يا خويا يطلق الريح، يروح يطلق يطلق راسه. ما كيفاش حتى واحد الجزائر. وين الروح؟ وين الروح؟ انا 50 سنه وانا عايش في الارض، خلقوا ولادي ولاد ولادي وماتوا جدودي وماتوا يا ولد. شنو انت تهضر؟ عيش واسكت. علاش راك عيش واسكت؟ عيش واسكت. اجا اسمع حاجة، السلام عليكم. سلام. حاجة شوف 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 شوف، حاجة ماكش قادر عليها ما تهضرش، فهمت؟ ما تهضرش. عندك حاجة اسمع، شوف أي بلاصة أي دول عندها مشكلة تاعها، الجزائر عندها كل واحد راه عنده، راهي هي في الأمور السياسية تاعها، في المشاكل تاعها، ما تهضرش. راك عايش في الجزائر، اسكت خويا، عيش واسكت كيما كامل الجزائر. تعرفوا أن أنتم احنا لا بدنا نهضروا، احنا من عاقب بنينا. اسمع لا لا اسمع اسمع، احنا رانا عايشين في الخطر. اسمع لي اسمع لي، خليني نجاوبو. اسمع لي شو خليني نجاوبو، اسمع لي شو خليني نجاوبو. بين نقول له حاجه، اسمع لي بين نقول له كلمه. بيسقسيك هذا اللي يقول انا من الصحراء وانا من، احنا شوف من الحدود، الحدود مثل حتى من الشمال الجنوب من الشرق للغرب. شوف كاع اللي جزائري عنده حق في الجزائر. اسمع لي خليني نكمل لك الفكره. ما واحد خارج على الجزائر ما عندوش حق فيها،
هذه هي. وزيد خبرك حاجه اخرى، احنا الجزائر كما يقول لك اعوذ بالله من كلمه انا، الجزائر وكلت عيطة بلدان وما زالت تتوكل في عيطة بلدان، والشعب الصحراوي كون مشي الجزائر ربي والجزائر ثم الجزائر عباك باللي يصرى فيها الباطل، ما نكذبوش على روحنا. وهذه ما اسمع لك ونقول له حاجه تاع السلاح بيطاطيكم السلاح بتحاربوا المغرب هذيك ما كاش منها، احنا نوكلوكم ونشربوكم وكل شيء، بصح هذيك السلاح هذيك حاجه وخد اخرى. وزيد خبرك واللي راه يقول تبول اسمع لي خلي نكمل لك، واللي راه يقول تبول اسمع لي واللي راه يقول تبول في عمره 70 سنه وحاكم بلاد، المهم الحمد لله حاكم بلاد ورفع لها راسها ارفع لها راسها والحمد لله في 3 سنين ارفع لها راسها حتى بالصح خاوي الحبيب ارفع لها راسها حتى بالصح خاوي الحبيب هذا كانوا طوابير تقول لي ارفع لها راسها ارفع لها راسها خراوي الحبيت قال ابو تفليقه احنا الجزائريين رفعنا راسنا لا مرفوع يا غير مخبوع مرفوع ومرفوع مرفوع في العالم كومبلي دروك سكيت كي تسمع الجزائري اسمع والله لا سمعناك راسك مرفوع يا غير مخبوط حاني نقول لك شوف الله يطول لي عمرك احنا ما نكرنا خير الجزائر ما نكرنا فضة الجزائر لا 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 انكرتوا انكرتوا راك انكرتوا راك ناكرها راك ناكرها وخلينا نكمل انا ناكرينها لا لا كنا شغلنا حكم لي في اللايف انا والله شوف اسمعني يا ابو اسمعني ما اسمعني قالوا عندي شوف نعطيك غير متل نعطيك غير متل نعطيك غير متل صغير صغير نعطيك غير متل نعطيك مثل صغير ونسكت شوف صار لها كيما واحد يعرضك خليني نهضر سمعت جاوب شوف غير هذا برك صار لها كيما واحد يعرضك عنده لدارو سمعت يوكلك يشربك انسى اسكت تنكر الخير تاعه تنكر الملح تاعه دار فيك خير كان ينكروا اسمع كان ينكروا سولوا وتجاوبوا نفوسكم هذه قاع ما قلت خما قلت خما بس قول لك علاش انا نقول له علاش انا نقول له علاش خلونا نجاوبوكم انا نقول لك علاش خلينا نجاوب يوم ما عندك جواب ما عندك جواب حاني تمنى ما تم طلع لي جوج جزائريين ما نقدروا نتحاوروا معهم صعاب هما الا يقاطعوك بس واحد انا نهبط تنكر الخير تاعهم معليش انا نهبط بس تنكر الخير تاعهم جاوبك يا غال حاني نقد واحد باش نقدو نتفاهموا احنا درايك نتوما تقاطعوا الكلام احنا سمعناك حاني منا وسمع منا الله يطول عمرك والله العظيم الكريم ما اننا ناكرين الفلوس الجزائر وفضة الجزائر وخير الجزائر ومساعدات الهلال الاحمر الجزائري والدعم الجزائري وكل هذا ما اننا ناكرين يا غار انتوما ناكرين التعذيب الجزائري وتقتيل الصحراويين من الجيش الجزائري والجيش الجزائري احرق مناقبين صحراويين يشعل فيهم العافية في الخنادق اللي كانوا يحفروا فيها هذا انتوما ما تقدوا تقولوه هذه هي المشكلة احنا نعترف لكم بالدعم يا غار انتوما ما تعترفوا بالتعذيب اللي نعانوه وما تعترفوا عننا ممنوعين من التنقل وما تعترفوا عننا احنا ما نحاربوش خاوتنا المغاربة ما نحاربوهمش باسكو مسلمين كيما حنايا فهمت ولا ما فهمتش قال لك نحرر بلادي فهم قال لك انا نحرر الحدود تاعي قال لك نحاربوا المغرب قال لك ما طالكش ما طالكش قال لك انا نحرر بلادي قال لك انا نحرر بلادي وانتم ناكرين الخير انتم راكم ناكرين الخير والله ما نكرهكم قال كلمتين وخبط ارفع راسك يا ابا وخراوي الحبيت الله يطيرك وراسك يا مخوع خراوي الحبيت والله انا سمعت هذيك الاخبار ارفع راسك يا ابا
قالها أبو تفريقة الله يرحمه، خلاها أبو تفريقة الله يرحمه، الله يرحمه الله يرحمه. تكلم خويا تكلم، ساد ساد هذا كان السينيالي هذا. الله إلا قال له ارفع راسك يا أبو جاسم الجزائري الثاني، قال له خلاها السؤال اللي يطلع جزائري، أول سؤال يطرح عليه، لماذا تدعم الجزائر الجمهورية الصحراوية أو الصحراويين؟ مرحبا مرحبا بك. تاريخ لاباس جزائري ها؟ اسمعني الله يطول لي عمرك. تاريخ لاباس الحمد لله ربي يحفظك. اسمعني حق الله انظرك، جاوبنا على سؤال لماذا تدعم الجزائر الصحراويين؟ لماذا تدعم الجزائر الصحراويين؟ لماذا تدعم الجزائر الصحراويين؟ ايه ها تدعمهم بعد عليك بلا ان شاء الله خلق بالسمين السمين والسلاح الزيت السلاح ها الفضه مؤمنين ما شاء الله ها راكم مؤمنين ها مؤمنين اي والله ام انتم لا مسلمين هاي واه نهضر مع خويا درويك نهضر معاك جزائري نيشان الصحراء الغربيه تشعل في عمرك اصلا علاه انا غادي نجاوبك انا في عمري 58 سنه انا في عمري 58 سنه تبارك الله الوقت اللي انت صحراوي برتقيزي اول نتكلم معاك انا حاني نتكلم معاك انت صحراوي تكلم قول لك انه تقول انا تسول لي عني اصلي انا كاني صحراوي والله كاني ما نعرف حاني انا اتكلم ولي اتكلم الحسنيه بصح جزائري راني نسول فيك انت صحراوي ولا من طنجه ولا من مين إلا صحراوي إلا من الداخلة لا من 27 لا من العيون منين احنا من نيويورك 50 سنة تبارك الله من نيويورك نيويورك اسمعني المغاربة تاع المسيرة السوداء ولا المسيرة الحمراء وقعدت تما حتى لدروك 2023 تاع الحسنية يا اخي من كلامي يلا او نتناقش انا اسمعني من لساني ولا اسمعني من لساني ولا حسين خليه هو حاني يا ابن الصحراء حاني كلمك هو ما بغى يتكلم مع صحراوي يدور يتكلم مع مغاربه اعطيه يا المغاربه يتكلم ما تخلطونيش الفكره يا حسين اسمع انت يا حسين كرغولي انت مخليط ترك وفرنسا انتم مغاربه لاعبين صحراويين مالك اصل ولا هويه خلي احنا ذاك ما لحقنا يا مسلم مولانا اتكذب وقول اقتراحك احنا ما نبغي نسابو قول هذا باغي تسولني انا شخصيا انا راني نسولك انا حاله واحد شخصيا تسولني نسولك انت حسين مولي سولني انا يلا سولني راني قلت لك دغيا لا تسولني السلام عليكم الحسين واش الحسين اخويا واش الموضوع هو موضوع اللي هو واضح احنا ساعه ونص احنا في اللايف وفاهمين الموضوع يتكلم على جمهوريه تندوف اش دخلك في المغرب
انا انت شنو دخلك في المغرب ما تدويش على المغرب نار الصحراويين شوف نار الصحراوي اسمع ناقش الصحراويين في الموضوع ديالهم وبعد من المغرب المغاربه والمغاربه واعني على مخ دوي مع الناس الصحراويين المغاربه بعد منهم ولا غنجي نشرب من مخ دوي غنجي نشرب على وجهك يا قد عني ذا النقش قد بي أنا من اللي عرفت ولا يسب الله اللي عرفتهم به والله اللي عرفت ولا يسب تكلم الله اللي تكلم كلمة أنت مغربي أنت مخزني أنت صيوني أنت هذا من نوعية ما قاعد لتهم الله من تعشر عندكم تلصقوا اللي الضروا تلصقوا والله يا أخوي اللي يعجبوني هذا المقاربة من الساعة اللي يطلع يعرف كيش يناقش بعد ما يسبك إلا ما سبيته والله ما ولا يسبك أنا تعرف شوف هم المغاربة لا هبل والجزائريين اللاك لا خموبين أنا نطلع نظر نخبط واحد بواحد يقضوا عني يعطونا تساح هذا صحراويين صحراوي ويلك وجانا هذا عياطو تكلم ابن الصحراء تكلم بير في الصحراء ولا مازال ما فتحتوهاش بوسبير جديدة والله الا جبنا اختك التندوف هي اللي خدامة درايك راي تفورني على القوات الصحراوية اختك هي اللي رايك والله يقول لك شوف لا يصيفطوها لك معها اربع اولاد ولا يصيفطها لك حسين واحدة معها ست اولاد يا غار دالي الدور انت النقش قض عني عن شدك وجد اللي يكلمك قض يا كرهولي والله الا عارفوا لكم الا المغاربة في السبان قض نزل عني ذا الكليب السلام عليكم نزل علي ذا الكليب عرق بيك طيرك طير السلام عليكم السلام ورحمة الله ابدا انتم عايشين في تيندوف وحين سولك اعطيني اسم حي واحد في تيندوف حي واحد هاي اسم حي واحد ماتريكول تاع تيندوف ونستعرف بك هيا ماتريكول عندك ماتريكول تاع يلا لا لا نيويورك ان شاء الله خلي هادو يجاوبوني انت الواسع سكتي الواسع هي يا النقش يا الكل يا الكرغوي على جدك يعني نعطيك انا الاسم نعطيك الدار ونعطيك وتات البوليزاري واحده واحده اللي يدخلوا على ظهره ان شاء الله البوليزاري ولا خبطوا بها لفين فيمكم وما قد حد يتكلم وتعال تندوبين على جدك العصير العمر ما عنده حسب لهم خمس سكوندو ويقوموا يسبون قاصر العمر لا خمس 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 ثواني هما السبان تكلم اتكلم يا تكلم المغرب ولا الجزائر ما انا اعرف شي في البحر ذا قطعنا اللي سينيال هذا يا ولاد قضي حتى هذه الباقة نقرأ هذا جيد عصر ما وقام فاصل الكلام قصر الله با السلام عليكم عليكم السلام هذه الأسماء من نجيبوها ما على ما تكتبوا بالعربية على يا أخوي والله ما تفهموا السلام عليكم فرنسا مزام تستعمل عقولكم السلام عليكم السلام ورحمة الله تكلم داري أخوي لاباس عليكم الحمد لله لاباس الحمد لله ثم بخير الحمد لله والله العيينة السلام عليكم عد المداخلتك السلام عليكم واش توما داخلين في حوار ولا في السب نسولك لا داخلين في حوار اللي يطلب يسبونه للجزائريين ولا يسبونه هذا السوق سوق سوق في كل شيء في كل شيء في كل شيء الدنيا هاني قضي عن هذا المغربي قضي عن هذا المغربي انزل وخلي ذاك الجزائري هو اللي عندنا معاه غلط تا شو دخلك تا عندك شو دخلك عندنا قيمة خبطك لا مسمن ولا خبطك شي بايق التالي لا بينا معاه مشكلة ولا تطلع من حريرتك قيمة اشترى حريرتك لا مغربي يطبع الله يرحم والديكم وين راك يا لايف راكي في نيويورك انت مالك متزومل انت هذا لاندو شو رداعة الزملة اللي عندنا هذا واحد من هذوك اللي جاوا سنقال ذا هذوك القوش هذوك اللي جاوا في الجزائر الأولين هذا واحد منهم
مشارك، هذا مشارك منهم هذا. الله هذا باقي يا خي الله باقي طير ان شاء الله. هذا يعود الى اللي جاب له الاولمبياد فرنسا. طلع حب لما طلع حد، انا ما عاد بان لي شيء. حق الله خوت اللي معنا في اللايف 900 واحد، حق الله كبسونا شوي كبسونا شوي. عدو ديك باقي قالها اخبط على الشاشه، اخبط اخبط شوي بالشوط فهم، اخبط لا تعود تطلع ذاك ديك الاقلاب. وصلونا حق، وصلونا حق 400 حق 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 الله خبطه خبطه من الباقي على 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 الشاشه. حق الله خبطه خبط. السلام عليكم. غارب الشور خبطه لا كبسوا لا بالشور كبسوا بالشور. لا تهرسوا تليفوناتكم. السلام عليكم. راغلة. شحالكم يا لباس؟ الو؟ ايه اخوي تكلم تكلم تكلم. ما بينا احنا تعرف راو الناس ساعه دراك في اللايف. تكلم اخوي عاش عندك مداخلتك. موضوع راو معروف، ما تبع عارف موضوع قدر تحتيني تعرف موضوع. اما راك عجلان تبان. والله اللي عجلان بينا عندنا مسايل. ايش عندك من مسايل مول كذيب داخل شي ما عندك ايه. انت واحد بس الراحة. انا الحريطاني الموريتاني على شدك من الشبك قضي انا الحريطاني ظاهر قضي السراحة لابراهيم غالي والقيادة انا السراح موريتان. السلام عليكم. انا دار الحريطاني هم الحريطاني واضحين لا من لغتهم لا يتكلموا ديك الباقة. والله يا ابن الحراطي اللي نعرفهم انا نشوف لا نشوف طارق جيت وين داخل يتعايز صار نعرف عنه واغي يقول شنو زين. يا اخواني انا الثقافة ديالكم احسن احسن من ثقافة الناس اللي تربوا في الزريبة والله العلي العظيم. الا انتم احسن منهم بالله تتكلموا. بارك الله فيك. انتم دوم خازنية قضوا عنا يا دوم خازنية قيم عند حريرتك قيم عند مسمنك قيم عنا يا اخوة سبيلك. سير شوي لا طبعا احنا رمانا نفسين هالكم باش تعودوا دي غراسكم. انتم دلي قتلتم الصحراويين ما انا نفسين لكم باش تعود هذه فراسك. لا تقوم الدولة الصحراوية في تينوف وتفرج ذيك الساعة لا يعود عندنا مدخول يعود عندنا جيش متين ولا يتفا... لا يشوفوا الحساب الثاني القديم كامل التاري كامل اللي يجيبوه. ما ننسينها كنا مغاربة لا روح درايك شور عند رسملك وعند حريرتك. احنا درايك لا مع السراح هذه ابراهيم غالي هذا العميل اللي الدولة الجزائرية قدر الصحراويين. إيه حرق بيك يا الحمال يا السراح يا بيجون احنا الموريتانيين على الوالدين حريق بي وبي احرق زكيكم مك سويرح موريتان اكبر بس وين بدي احرق بيك وبي ديروا حوار مثقف حرق وين بيك وبي قاعد منين تمشيت حرق بو تحيا جمهورية تندوف وتحيا جمهورية القبائل. قض انت ايش تعدل هنا في قض والله لين انت منسبك ولا تحسن ما حد يطلع قض الخليلي يسر عمرك. حرا انا قبيلي حر بغيت نهضر من المنبر هذا باش تفهم ما لازم تشبوا وتشو ديروا شي اللي عنده حق ان شاء الله. مرحبا بك خويا والله لا تكلم. شوف القبيلية الاحرار ما هو دوك التبونيه الحمر والبعره اللي قالهم ذاك ابراهيم ذاك الطهاري. حق الله تكلم خويا لا عاد لا توقف معنا والله لا يوقفوا معاكم بيدي الجزائر ما يجي الا بهالطريقه. اذا عاد تتقسم نحن وتقسمتوا انتم والله الا نعود دول متينه وزينه مستقله. حاجه بغيت نفهمها احنا في اللايف نهضروا هكذا ما نديروا والو غير نسبوا بيناتنا. هادو كاين قوانين كاين واحد بغى يدوموندي بار اكزومبل الجمهوريه الصحراويه كيف دوموندها باللايف كيطلعوا غير الحمير يسبوا ويطيعها. قول لي هذه فتنه اللي عنده قانون كاين قانون كاين لونو يدير الدوسي كاين الانتخابات وشوفوا كيف ديروا مي ماشي هكذا بالسب الاخر او طالعين اللايف يضحكوا عليك علينا الجناس او داروا دوكا لي سيريان واش دخلهم يسبوا في الجزائر واش يدخل انا قبالي انا نهضر لك بهذاك قبالي فاش حيث مازيغ واش بغيت كي تشوفوا هكذا عباد او طلع الكره بيناتنا ياك اخي كمسلم كانت كانت الارض هذه نتفاهموا بها واش كاين نشوفوا العصابه ودوكا راحت او السيد قال لكم عندكم قانون تديوه ديروا الانتخابات ديروا بلا انتيليجونس ماشي بالشت من دو زعما الصحراء تستقل القبالي يستقل كيف نستقلوا نستقلوا لازم بالقانون لازم تربحوا بالقانون الا كانت حاجه ماشي بالشكيم والسب ومروكي يسب زيري سوري السوريين انت باب في المنبر هذا صافي يومين السوريين يدخلوا يسبوا غير زعما هاو ما سبينا حد الجزائريين يطلعوا يسبونا احنا رانا ما سبينا حد. يا بالله واش راح معاكم انتم تسبوا قولوا انتم ما عندكم اسمح لي
انت راك تقول لي تين دوف ياك انتما تعطين دوف حق الله حسين خلي معاك دقيقه لين نرجع انا شوي الى راكم فتين فهمونا برك اسكي انتما الشعب الجزائري ولا راكم تاع بوليزاريو بغيتو تدوف تين دوف فهمونا برك هذه احنا شوف احنا الشعب على الصحراء وفتندوه باغي نتندوه انا باغي ندو تندوه احنا دينا تندوه احنا باغي غير الجزائر تعطينا في ساعه وتخلينا نعدو جمهوريتنا في تندوه اين كان ايما دير وتكلم تبارك ما يستاهلوش يشكوا يطيحوا في بنات زينب في المجاهدين هذا جاوبيه انت ياكم انا راني ما نفهم كلامه والله يا اختي ماني فاهم له كلمه واحده ماني مفاصلها لا جاوبيه ما فهمتيش الى راك فاهم كلامي انا ما القبائل انا نقول لكم انا من الحدود الحدود انا جزائري حر او تدي قلاوي تدو الشعر قبائل الاول تلقاو تمينيكوكم حنا يا نيكوكم الي روتور اللي دخل نزيك بلزياتك حرام يا القبائل زعما حرام حتى انتم القبائل فيكم ولاد الحرام طيرك انت من قبائل حر لو كنت قبائل حر قاعد ما تقول بالكلام الله يقصر عمرك انور ناخذين هذه ميساج للاخ علي على قضيه تسليح وغير ذلك الجمهوريه الصحراويه حبيت انا قبل تمانا وحسين اخ حسين يعني رساله يعني باش نكونوا يعني منصفين وواضحين في الامر هذا انتو ما فين دونش عني كن نحكم كما عني الناس مارس فيكم الليواط فهمت مارس فيكم الرعبيدة يعني تقصد الليواط اللي مارسوه في بوك بفرنسا اللي نبوها 130 سنة اللي يحصل داك الليواط والله اسمه هو اللي جاو فيه هما الاولين دوك النقوش 130 سنة ناكتك 130 سنة هو يمارس عليك يا محروق بوه ولا يجي يطرق تمارس انت على احرار رجالة الله ينعل والديك والدي القبيلة مربيتك انك قاع منك رابي ما عندك قاع قبيله حق في البيض مستواهم ما شاء الله مستواهم متقفين الله مستواهم ده طيب سبحان الله العظيم متقفين جدا الى الصرا ما شاء الله الحمد لله ما نعرف نسبهم يوديتهم انا والله ما نعرف ما دار فيا مولانا ذاك السبان ديالي ما نعرفوه السلام عليكم خوتي تومانا وعليكم السلام بغيت نسول هاد الجزائريين علاش قتلوا المغاربه اللي عاونوهم في الثوره جمعهم في خروبه وقتلهم اللي عاونوهم وخرجوا فرنسا علاش قتلوهم وشكرا هذا ما هو موضوعي روح افتح لايف وتكلم على قضيتكم الله